أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها لمناقشة فشل اتفاق الرياض وخيارات الشرعية. قال وزير النقل صالح الجبواني أن الإمارات وميليشياتها في العاصمة المؤقتة عدن هي من أفشلت تنفيذ اتفاق الرياض، مضيفا في تغريدة له على تويتر أن منع وحدات الجيش وضباط وجنود سعوديين من دخول عدن في نقطة العلم يعد إهانة وفشلا في تنفيذ الاتفاق، وأكد أنه ليس أمام الشرعية غير التأهب لإنهاء التمرد بالقوة، داعيا رئيس الوزراء إلى مغادرة عدن إلى الرياض. فهل اقتنعت الشرعية أنه لا جدوى من الاتفاقات التي تأتي كشرعنة لما أخذ منها بالقوة، أم أنه لا يزال لديها شيء من أمر البلاد لكي تقدمه قربانا للسعودية ثمنا لمكوثها في قصور الرياض؟ نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل فشل تنفيذ اتفاق الرياض وماذا بعد؟ وما هي خيارات الشرعية اليوم لاستعادة السيطرة على العاصمة المؤقتة؟ قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا، نذهب لمشاهدة هذا التقرير الذي أعده الزميل ماهر أبو المجد. فشل وراء فشل، كل يوم تثبت الأحداث أن اتفاق الرياض لم يكن سوى امتصاص لغضب الشرعية الذي صاحب سيطرة الانتقال الجنوبي المدعوم إماراتيا على العاصمة المؤقتة. انقضت كل المهل الخاصة بتنفيذ بنود الاتفاق الأمنية والعسكرية والسياسية، واتضح أن القوات السعودية لم تكن أمامها من مهمة سوى تطبيع الوضع لصالح الانتقال وكبح أي حراك للقوات الحكومية والسيطرة عليه. كان الاتفاق أن تطلع القوات السعودية بالإشراف على تنفيذ الاتفاق، لكن ما يلحظ لها من دور أنها تحرص على أن يبقى كل طرف في مكانه، وذاك ما يريده الانتقالي بالضبط. ومع حالة اللاإنجاز هذه، صرح وزير النقل صالح الجبواني أن الإمارات وميليشياتها في العاصمة المؤقتة عدن هي من أفشلت تنفيذ اتفاق الرياض، مضيفا في تغريدة له على تويتر أن منع وحدات الجيش وضباط وجنود سعوديين من دخول عدن في نقطة العلم يعد إهانة وفشلا في تنفيذ الاتفاق، وأكد أنه ليس أمام الشرعية غير التأهب لضرب هذا التمرد بالقوة، داعيا رئيس الوزراء إلى مغادرة عدن نحو الرياض. فهل اقتنعت الشرعية أنه لا جدوى من الاتفاقات التي تأتي كشرعنة لما أخذ منها بالقوة، أم أنه لا يزال لديها شيء من أمر البلاد لكي تقدمه قربانا للسعودية ثمن مكوثها في قصور الرياض؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم إلينا المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، وأيضا من نيويورك ينضم لنا المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. مرحبا بكم ضيوفي، وأبدأ معك عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، اليوم هناك تصريح لوزير النقل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني يقول بأن اتفاق الرياض فشل، ويدعو إلى استخدام القوة في إعادة السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن. برأيك هل الشرعية فعلا قادرة على استخدام القوة؟ هل تمتلك القوة والقدرة لاستعادة عدن؟ مساء الخير عليك أمل وعلى ضيفك وعلى السادة المشاهدين. نعم، نحن اليوم أمام مشهد جديد، يمكن أن يقال أن الرصاصات التي أطلقتها ميليشيات الانتقال لنقطة العلم على اللكنة السعودية والقوة الحكومية التي كانت متوجهة إلى عدن وأعطت مدرعة سعودية في منطقة العلم، هذه الرصاصات بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقت على اتفاق الرياض الذي استوفى كل يعني مقوماته، وسقط اليوم بشكل واضح أمام تواطؤ وصمت من قبل المملكة العربية السعودية. إذا نحن أمام مشهد جديد وواقع جديد، وعلى الحكومة الشرعية على الشرعية أن تتخذ خياراتها لاستعادة العاصمة المؤقتة بالقوة، ولديها جيش وطني موجود ومتحفظ ومجهز في أبيان وفي شبوة وفي حضرموت، وتستطيع أن تحسم الأمر. وقد كانت على وشك دخول عدن بناء الطيران الإماراتي. إذا نحن اليوم علينا على الحكومة الشرعية أن تحسم خياراتها وأن تستعيد العاصمة المؤقتة. وأنا أؤيد جملة وتفصيلا ما
ما ورد في تغريدة الوزير صالح الجبواني على رئيس الوزراء المغادر عدم حالا بعد أن لم يعد له مبرر لبقائه في العاصمة المؤقتة إلا كرهنة وإغفاء المشروعية على تحركات وعبث وتمرد المجلس الانتقالي وميليشياته. بالتالي على الرئيس عبد الرب منصور هادي اليوم أن يخرج وأن يعلن للشعب اليمني أن اتفاق الرياض قد سقط وفشل وأن الميليشيات الانتقالية قد أفشلته. 3 أشهر مرت لم يتقدم خطوة واحدة ولم نرى الراعي وهي المملكة العربية السعودية تقوم بعمل جاد بمنع هذا الفشل الذي سقط أمام عيوننا. نعم سيد عبد الرقيب، إذا تكرم بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا بأن أنتقل إلى سيد إبراهيم القعطبي. مرحبا بك سيد إبراهيم. إذا كما استمعت لحديث السيد عبد الرقيب الهدياني الذي تحدث عن واقع وصورة جديدة اليوم بما حدث ووصف بأنه اتضحت الصورة الآن بالنسبة لاتفاق الرياض، ماذا بالنسبة للسعودية؟ هل سترى الصورة كما يراها الجميع؟ هل ستسلم وتعترف بفشل الاتفاق؟ ما الذي يمكن إجبار السعودية للقبول بفشل الاتفاق وإيجاد حل بديل؟ أولا أهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الكرام وبضيفك الكريم. بالنسبة لاتفاق الرياض، هو كان هدفه قد أنجز بالنسبة للمملكة العربية السعودية وللإمارات. كان الهدف من هذا الاتفاق الذي صمم من أجل أولا يعني محاولة إعطاء نوع من الثقة أو السبقة القانونية والشرعية للميليشيات التي مونتها ودربتها وسلحتها الإمارات والسعودية ممثلة بالمجلس الانتقالي والميليشيات التي تتبع لها. والنقطة الثانية في هذا الصدد أنه تم سحب من خلال الاتفاق الرياض، تم سحب الصلاحيات من الحكومة الشرعية ونزع السيادة منها. كما تعرفي بعض بنود الاتفاق هذا يتحدث على أن من له الحق الحصري في مراقبة السلاح والاحتفاظ بالسلاح الثقيل في عدن حتى على مستوى الرشاشات والمدرعات البسيطة أنه هو التحالف السعودي الإماراتي في عدن وكثير من المناطق، وأن القوات لا تستطيع تتحرك إلا من خلال القيادة هذا. فلذلك الاتفاق هذا جاء أولا لإعطاء شرعية للميليشيات، سحب السيادة والقرار السيادي من الحكومة الشرعية، ومن ثم إدخال اليمنيين في دوامة بعيدة عن الهدف الذي يطمح له اليمنيين وهو استعادة الشرعية واستعادة الدولة والجمهورية. طبعا نحن الآن صراع بين الميليشيات المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، تتدخل قوات التحالف من فترة إلى أخرى كأنهم وسطاء وهم من يديرون هذه المعارك. ما يحدث في الناحية الأخرى من الجنوب على سبيل المثال، هناك محافظة المهرة على سبيل المثال أصبحت مدينة معزولة عن اليمن وتسيطر عليها القوات والمعسكرات والقواعد العسكرية السعودية، يتحكمون بالميناء هناك، يتحكمون بالحياة حياة الناس، يتحكمون بكل ما له علاقة بالمحافظة وعازلينها عزل كامل عن اليمن. فلذلك يجب أن نركز، إذا تحدثنا دائما عن المبادرات وعن الأشياء هذا مجرد بيع وهم لليمنيين. منذ أن تدخلت السعودية والدول الخليجية في بعد ثورة 2011، ما يباع لنا من سياق ومن اتفاقيات هي مجرد وهم من أجل يعني إدخال اليمنيين في دوامة صراع من أجل السيطرة على الموانئ والجزر والموقع الاستراتيجي العام. وهذا بات واضحا بالنسبة لليمنيين. أي اتفاقيات حول السلام وغير ذلك هي تدخلنا أحيانا في صراعات أخرى وفي تقسيم آخر بناء على المناطقية والجهوية والشمال جنوب، وكل من كلنا كيمنيين ضيعنا بوصلة استعادة الشرعية، ضيعنا دخلنا في صراعات ليس لها علاقة لا حتى بالانفصال ولا بالوحدة ولا باستعادة الشرعية ولا غير ذلك.
هنا يجب أن نركز أن العدو التاريخي بالنسبة لليمنيين هي المملكة العربية السعودية، وهي من تتحمل ما حصل بعد، يعني هي من أعطت الحصانة للمخلوع علي عبد الله صالح الذي دعم الحوثي للإنقلاب على السلطة الشرعية في عدن، هي من مولت الميليشيات الإنقلابية في الجنوب، هي من تعمل على تقسيم اليمن واحتلاله بشكل واضح وصريح، هي من منعت الرئيس الشرعي التي تقول أنه يجب العودة، أن يجب استعادة الشرعية، تمنع الوزراء من العودة إلى الوطن، مكنت الميليشيات من عدن ومن المهرة ومن كثير من مناطق الجمهورية اليمنية، وتسمح للحوثي أيضا بالتمدد في مناطق الشمال. كل القوات الشرعية تم ضربها، يعني هناك يضربون القوات الشرعية في الجوف، في مأرب، في شبوة، في كثير من المناطق، فما الحديث يعني أصبح ممل عن اتفاقية الرياض، عن الاتفاقية السعودية، عن استعادة الشرعية. يجب أن نركز كيمنيين وأن يكون مشروعنا المشروع الواحد هو مشروع وطني لمقاومة الحوثيين والميليشيات التي جلبتها جلبها هذا التحالف. نعم السيد عبد الرغيب الهدياني، منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق الرياض لم يتم الخطوة فيه ولو خطوة واحدة، وتتالت وتتابعت المواقف ومن قبل الانتقال التي تنبئ بأنه لن يكون هنالك أي مستقبل لهذا الاتفاق، ولكن السعودية رغم ذلك مصرة على المضي في الاتفاق ومؤمنة بأن لديها القدرة على فرضه. كيف يمكن للشرعية تعمل مع ذلك؟ كيف يمكن للشرعية أن تقنع السعودية بأن هذا الاتفاق انتهى؟ ينبغي أولا على الحكومة الشرعية أن تخرج من دائرة أفهم. اليوم أمام الصورة واضحة، بالأمس كانت الإمارات تقف في الواجهة وتقوم بالعبث وتمارس الافعال المقلده للحكومه الشرعيه والمؤسسات فيها وصناعه الميليشيات. وقفنا امام منخفض جديد، وجاءت المملكه العربيه السعوديه وامسكت ملف الامن في عدن والمحافظات الاخرى، واوجدت اتفاقا موقعا بين الحكومه الشرعيه بين المجلس الانتقالي، وتعهدت الحكومه الشرعيه ان تستعيد عدن وان تقوم بلملمه او بسحب السلاح التقليدي، هذا السلاح الذي جاء اصلا الى الداخل والى عدن والى المحافظات المحرره، جاء بمسوغ قانوني وهو مسانده الحكومه الشرعيه، فاجا به اليوم بايدي الميليشيات صنعتها الامارات ويضرب الحكومه الشرعيه. اذا نحن اليوم امام واقع واضح، اليوم المملكه العربيه السعوديه تقف في موقف واضح غير ضبابي، هي اليوم تتواضع بشكل مباشر. ماذا يعني ان تقوم ميليشيات الانتقالي بضرب اللجنه الحكوميه وضباط السعوديين متواجدون والقوى العسكريه الحكوميه التي هي وفق اتفاق الرياض يجب ان تدخل الى عدن؟ ماذا يعني هذا الانتشار الان من قبل المجلس الانتقالي؟ هل كان يجبر المجلس الانتقالي ان يقوم بهذه التحركات لولا علمه بانه لم يكن هناك رده فعل سعوديه؟ وهي ما تمت يعني الضرب على اللجنه حصل اول امس، اليوم لم نجد اي تحرك فعلي او حتى بيان او توضيح من قائد التحالف في عدن على هذا يعني الاعاقه الواضحه السافره من قبل الميليشيات الانتقالي. اذا على الحكومه الشرعيه اليوم ان تصارح المملكه العربيه السعوديه على رئيس عبد الله الموسوعي ان يخرج عن صمته، كما قال الوزير المنصري ماذا بقي في الوطن حتى يقدم قبرزان للمملكه العربيه السعوديه. اليوم المجلس الانتقالي يهيمن على ثلاث محافظات الضالع ولحج وعدن، ويقوم بالعبث في ثلاث محافظات أجلاً وشبوة وفي قطرة. إذا المحافظات المحررة إجمالا تتعرض من عبث، على الحكومة الشرعية أن تستعيد المبادرة وأن تخرج عن هذا الصمت وأن تواجه المملكة العربية السعودية وأن تقول لها كفى، نحن يعني أعطيناكم الكثير من المهام الكثير من الوقت ومع ذلك لم تفعلوا شيئاً. قام الانقلاب وأسقط عدن ثم تحدثتم عن اتفاق، وهو اليوم يمر الشهر الثالث ولم يتقدم خطوة واحدة. إذا على
قانونية ولن تكون في جملة ولن تكون موجودة عفوا طالما تتحدث عن شعبهم وعن القضية التي يحملوها. شكرا سيد عبد الرقيب الهديان المحلل السياسي، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام الآن أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا من اسطنبول السيد الدكتور عادل دشيلة الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور عادل. إذا وجدت القوات السعودية كان لها مهام الإشراف على تنفيذ الاتفاق وتحولت مهامها إلى تطبيع الوضع في المناطق التي تم فيها الانقلاب على الشرعية، كيف تقيم تحول هذه المهمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اتفاق الرياض كان فاشلا منذ البداية، وكنا منذ البداية لا نعول على هذا الاتفاق لأنه جاء لتنفيذ الأهداف الخاصة بالتحالف العربي وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة. بكل تأكيد تقوم المملكة العربية السعودية اليوم بتطبيع الأوضاع في المناطق الجنوبية ومساعدة المجلس الانتقالي لبسط السيطرة في هذه المناطق وخصوصا في عدن ولحج وأيضا الضالع. لكن في المقابل علينا ألا ننسى لأنه مهما حاولت المملكة العربية السعودية بأن تساعد الميليشيات المتمردة في جنوب البلاد أو في المناطق الجنوبية من البلاد فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف، لن يؤدي إلا مزيد من الاقتتال المحلي داخل البلاد. نعم، إذا عودة إليك سيد إبراهيم، بالنظر إلى تعامل قوات الحزام الأمني وقوات الانتقالي مع القوات السعودية قد يكون من المنطقي أن نفهم كيفية تعاملها مع قوات الشرعية، ولكن مع قوات السعودية من أين أتت هذه، من أين أتى المجلس الانتقالي بهذه الجسارة لكي يتعامل بهذا الشكل مع القوات السعودية، وكيف يمكن لنا فهم ذلك؟ أنا في اعتقادي هذا مجرد مناورة وجزء من ما ذكرت سابقا، بيع الوهم للشعب اليمني أن هناك نوع من الاختلاف بين المجلس الانتقالي والمملكة العربية السعودية وأن المجلس الانتقالي يتبع الإمارات وأن السعودية ليست لها دخل بذلك. هذه أمور كلها يعني هل أصيب أحد من السعوديون؟ لا بالعكس، يعني كان الاستهداف هو للقوات الشرعية، كان من ضمنهم ربما سعوديون لكن لم يستهدف ولم يحصل أي شيء. وهل يعقل أن المملكة العربية السعودية التي تقول أنها تحارب الحوثيون وتحارب إيران وما إلى ذلك من كل الأشياء التي تقول لا تستطيع كبح جماح الميليشية المجلس الانتقالي في عدن؟ هذا شيء يجب أن لا يمرر علينا وعلى العقل الطبيعي بالنسبة لنا كيمنيين. هي الأمور واضحة، مجرد مناورة، مجرد يعني بأن الوهم مرة ثانية وثالثة بأن أؤمن أنه سيحصل شيء ما، لكن هذه أمور مناورات لا يجب أن نسمحها. المجلس الانتقالي أداة من أدوات السعودية والإمارات، السعودية والإمارات يتبادل الأدوار. الآن هم قد تم كما ذكرت سابقا يسيطرون على حضرموت، على المهرة، على مناطق أخرى وعلى الجزر اليمنية والمنافذ والمطارات. بالنسبة لما يحصل في مثلث أبيان الشبوة ويعني عدن هي ما زالت ليست خاضعة تماما للسعودية والإمارات كون يوجد هناك بعض العوائق من قوات تابعة للحكومة الشرعية وهناك محاولة لإضعافها وإدخالها في دوامة، لكن الهدف والأكبر واضح يعني أنه تحاول السعودية والإمارات تلبيس الحكومة الشرعية بالميليشيات والمجلس الانتقالي التابع لها. هل يجب أن نتحدث طويلا عن المجلس الانتقالي وعن هذه الملاوشات؟ أنا في اعتقادي أنه يجب أن نتجاوز معنى الحكومة الشرعية لأنها أصبحت ورقة وليست موجودة على العرض. هناك صحيح بعض القوات وبعض الشخصيات المحترمة والشرفاء من داخل الحكومة الشرعية وخارجها الذين يريدون استعادة الوطن من الميليشيات وأيضا وضع حد لممارسة السعودية والإمارات، لكن نحن في موقف ضعيف، وسبب الموقف الضعيف
هو أن يجد أن هناك فاسدين وطابور خامس داخل الشرعية يعمل للسعودية والإمارات ويعني على قدم وساق بتنفيذ أجندتها في اليمن. والأجندة هي واضحة، أن يبقى اليمن ضعيفا، أن تبقى السيطرة الكامنة على اليمن وعلى السيادة وعلى أراضيها وأجواءها من قبل التحالف السعودي الإماراتي، وأن نبقى في يمنين في دوامة، وأن يتم تسويقنا للعالم على أننا بلد فقير، بلد إلى حاجة إلى لقمة العيش، إلى حاجة إلى العلاجات والحليب، وأن نحن فقط مجرد مخيم للاجئين في وطننا. وهذا الشيء الذي يجب أن يقاوم ويجب أن نوقف ضده. أعطيت لدول التحالف 5 سنوات لم يستطيعوا حتى إرجاع وزير اليوم، لم يستطيعوا حتى تأمين مؤسسة تابعة للحكومة الشرعية. فما الهدف من هذا التحالف؟ لماذا لا نتساءل كذلك؟ يعني الوزراء محاربين، المجلس الانتقالي تمكن من السيطرة على المحافظة على المدينة أو العاصمة المؤقتة، فما تبقى لنا من هذه الحكومة الشرعية هو يتم من خلالها تلبيس قوى جديدة وشرعنتها وتنفيذ أجندة ليس لليمنيين جزء منها ولا حتى تلبي أدنى طموح من العيش الكريم. هنا النقطة التي يجب أن نتوقف عنها. إذا ظلينا نطالب السعودية والإمارات وأن يتم أنهم يعني حلفاء استراتيجيين، هذه الأوهام يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون لدينا مشروع مقاومة لهذه القوى، ويكون مشروع وطني لكل اليمنيين باستعادة دولتهم من صعدة إلى المهرة. نعم، إذن الدكتور سيد إبراهيم القعطبي كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. إذن عودة إليك دكتور عادل، كما استمعت لحديث الدكتور إبراهيم القعطبي الذي تحدث أن الشرعية رهينة بيد أشخاص مرتهنين إلى أطراف لا يملكون لا القرار ولا الخيارات، إذن كيف يمكن استعادة الشرعية؟ بمن يمكن لليمنيين أن يستنجدوا لإعادة دولتهم ولإعادة إليهم الحياة؟ أختي العزيزة، بكل تأكيد أن أصبح بلدنا مثل تركة الرجل المريض، والشرعية اليمنية وضعت كل بيضها في سلة المملكة أو كل بيضها في سلة المملكة العربية السعودية، ولذلك نحصد اليوم تلك السياسة الخاطئة للشرعية اليمنية. اليوم أصبح البلد مفكك والنسيج الاجتماعي مفكك، والبلد قادم على حرب أهلية لا سمح الله إذا لم يكن هناك إذا لم يساعد اليمنيون أنفسهم أو أنفسهم من خلال يعني إعادة من خلال إعادة الصف الوطني واللحمة الوطنية، وأيضا خروج تيار وطني حقيقي يبسط السيطرة على الأرض. ما لم فالمستقبل مشؤوم ليس على اليمن فحسب، ولكن على المنطقة برمتها. المملكة العربية أو الإمارات العربية المتحدة كشفت عن الأهداف التي جاءت من أجلها بوضوح يوم أمس، وأوضحت تلك الأهداف بأنها أنجزت المهمة التي جاءت من أجلها. تبقى الآن أو المطلوب الآن من الأشقاء في المملكة العربية السعودية أن يحددوا موقفهم من الدولة اليمنية ومن الشعب اليمني، من أجل أن يتسنى لأبناء اليمن مواجهة هؤلاء أو كيفية إيجاد طرق للتعامل معهم في المستقبل. إما أن تبقى الشرعية اليمنية مع المملكة العربية السعودية في هذا الموقف المتراوع الذي لا نعرف يعني خفاياه، وإن كانت يعني معروفة للجميع، لكن حتى اللحظة لم تصرح المملكة العربية السعودية بأي تصريح يسيء إلى الشعب اليمني أو أي الدولة اليمنية، مما يعني لابد من الضغط على المملكة العربية السعودية، وهذا يكون عبر الشخصيات الوطنية المتواجدة داخل الشرعية اليمنية. نحن اليوم ضحية، والوطن أصبح أو المواطن اليمني أصبح ضحية بين سندان التحالف العربي ومطرقة الميليشيات المتمردة في الشمال والجنوب مع الأسف الشديد. نعم، إذا شكرا لك دكتور عادل. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، وكان معي من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، وكان معي من اسطنبول الدكتور عادل ديشيله. والشكر هو موصول لكم على حسن المتابعة، وهو لكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله.